الفكره يعني جاتني اولا يعني كنت داير يعني برنامج باش نجي نحضر في قطر يعني يعني نحضر المونديال. من بعد كنت في النسخه الماضيه يعني في 2018 في روسيا. الفكره جاتني لان شفت هذه النسخه هذه المنتخب الوطني يعني بصم دار واحد البصمه ديالو يعني الحمد لله مشى بواحد لا من الصطاف ديال لا من المدرب لا من الصطاف ديالو اللهم الحمد لله مشات مزيان. انا قلت مع راسي هذا يعني هذا الزي اللي كتشوف فيه اللي هو صحراوي هذا كان من اللباس ديالنا التقليدي اللي كان عززوا به. انا حاولت نتذكر ندير فيه يعني كما كتشوف النجمه اللون احمر يعني الاحمر الاخضر يعني هذا يعني كشعار وك يعني الراي المغربي اللي كان اعتزوا به يعني صراحه ما ماشي بزاف ولكن الفكره يعني غير الفكره يعني من اللي جات ومن اللي يعني من اللي خرجت به بزاف ديال فجيتنا القطر بزاف ديال القطريين وديال يعني الناس ديال الخليج بزاف يعني شافوه عجبهم وبداو كيسولوا يعني ملي شافوا فيه الراية المغربية سولوني يعني انا قلت لهم انا مغربي صحراوي كذا كذا يعني جا يعني حاولنا ننشروا هذا يعني اللباس ديالنا يعني عبر العالم كما كتعرفوا دابا قطر صراحة في لا في المترو ولا في الشارع ولا في الملعب كلشي يعني جميع الناس كيجوا وكيشوفوه من بعد كيشدوا يعني معايا الصور يعني زين عندهم يعني شي حاجة اللي هي ديفيرنت. لا هذا اللباس ديالنا التقليدي ولكن الفكرة اللي جاتني باش ندير الراي عليه يعني هو هاد النسخة هذه ديال المونديال. روسيا كان صراحة لباس فيه تقليدي وفيه يعني العادي صحيح لأن ما بغيتش عندنا حنا التام يعني عندنا كيف ولكن قالوا التام ولكن انا قلت من الافضل نشوف هذه وفيها كما كتشوف فيها يعني فيها النجمه واللي حتى الكولور يعني وصراحه تعجبهم الحال يعني ملي كتشوف هذا الميكس ديال الخليج مع ديالنا عطى واحد الاشاعه. ومن هذا المنبر يعني كان نحيي المنتخب المغربي على هذا الانجاز اللي قام به لان كنت حضرت في النسخه الماضيه في روسيا 2018 كان الاداء تفرجت في المقابلات لكن النتيجه ما كانتش غلط النتيجه لكن في هذه النسخه هذه شفنا يعني مدرب وطني واخا يعني مده قصيره باش شد يعني هذيك يعني اللاعبين او المنتخب ولكن الحمد لله جمع واحد الترسانه كان عنده ديال اللاعبين مميزين يعني اللي حاول يوظفهم ويعني بالخطه ديالو بالتكتيك يعني وكما قال ديروا النيه الحمد لله ما كناش متوقعين باش نوصلوا حتى نصف النهائي وكنا كاع طامعين باش نوصلوا للنهايه وندوا الكاس معنا للمغرب ولكن يعني كاين امور اللي اخطاء تحكيميه وكاين امور اخرى كبر منا. المهم نتمنى له التوفيق في المحطات القادمه ان شاء الله.